وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم يسأل يقول: امرأة توفي زوجها وهي حامل، فهل عدتها بوضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام؟ لا أيها الفضلاء، عدتها وضع الحمل، وإن كان فواق ناقة. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.